بدأت البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج باستقبال المواطنين لمراجعة وتسجيل أسمائهم في كشف الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم ولغاية 21 من أغسطس الجاري. وفي نشرة سابقة دعا المستشار أحمد المداوب رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية التكميلية عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، دعا المواطنين في الدائرة الأولى في محافظة المحرق المسجل أسماءهم في جدول الناخبين للمسارعة في التسجيل المسبق كونه مطلوبا لمشاركتهم في الانتخاب التكميلي بالخارج. طبعا اللجنة التنفيذية للانتخابات تنفيذا لقرار وزير العدل بشأن إجراءات الانتخابات في الخارج للانتخابات التكميلية، قامت اليوم بفتح وسيلتين أمام مواطنين أولى الدائرة الأولى في محافظة المحرق المتواجدين في الخارج يوم الانتخاب التكميلي، حيث بإمكانهم التسجيل في للانتخاب في الخارج عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات vote.bh، وبإمكانهم أيضا التوجه إلى سفارات أو البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج خلال أوقات العمل الرسمي لتسجيل بياناتهم حتى إن شاء الله يتمكنون من المشاركة في يوم الانتخاب التكميلي في الخارج اللي إن شاء الله راح يصادف 3 سبتمبر، وفي الحالات اللي تقتضي الإعادة إذا صارت إعادة في الدائرة الأولى لمحافظة المحرق بتكون أيضا في يوم 10 سبتمبر. فندعو المواطنين في الدائرة الأولى في محافظة المحرق اللي موجودة أساميهم في جدول الناخبين أنهم يسارعون بالتسجيل المسبق لأنه بيكون متطلب لمشاركتهم إن شاء الله في يوم الانتخاب التكميلي في الخارج. آلية تسجيل ناخبي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق المتواجدين خارج مملكة البحرين للانتخاب النيابي التكميلي. عزيزتي الناخبة، عزيزي الناخب في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، في حال وجود اسمك في جدول الناخبين للدائرة الأولى بمحافظة المحرق ووجودك خارج مملكة البحرين يوم الانتخاب التكميلي، بإمكانك التصويت للانتخاب التكميلي بالتسجيل المسبق إما من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات vote.bh والدخول على خدمة التسجيل للانتخاب التكميلي في الخارج من خلال تسجيل الدخول بالمفتاح الإلكتروني وملء المعلومات المطلوبة، أو زيارة إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا أو بعثاتنا الدبلوماسية البحرينية لتسجيل بياناتك وذلك خلال أوقات العمل الرسمي، علما بأن فترة التسجيل للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب بالنسبة لناخبي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق المتواجدين خارج مملكة البحرين تبدأ من تاريخ 19 من أغسطس وتنتهي في تاريخ 21 من أغسطس. وتذكر بأن الانتخاب التكميلي عن تلك الدائرة سيجرى في ذات السفارة التي سجلت للمشاركة فيها يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب ستجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر.